الصحة والجمال لون جديد للحياة. الحب جمال جدا ناجح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج كلام الشوارع، حيث حلقة اليوم عن تصحيح مفاهيم كلمات تردد في الشارع وعلى النواصي وفي الحارات وبين الشباب، حيث يشرفنا اليوم أن نستضيف الأستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين. أهلا بك يا دكتور. أهلا وسهلا مرحبا. كل سنة وحضرتك طيب على سبع عام جديد و قول عياد عند الأخوة المسيحيين وعياد عند المسلمين ومولد النبوي. فإيه رأي حضرتك في التهنئة الأخوية المسيحي، وفي حاجة متداولة الناس ترفض التهنئة وناس توافق على التهنئة، فإيه رأي حضرتك في التهنئة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بداية ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات وأن يكون شاهدا لنا لا علينا، اللهم أمين. وإني كل عام والأمة الإسلامية والأمة المصرية بخير وسعادة، مسلمين ومسيحيين، ونحن حقيقة في حاجة أن كل واحد يسلم على الثاني وكل واحد يقول للثاني كيف حالك كيف أولادك وكل سنة وأنت طيب. هذا كلام من الكلمات اللي فقدت في شوارعنا للأسف. نحن نحتاج إلى تجديد مياه المحبة والأخوة بين الناس. والإسلام أمرنا أن نقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. نعم، القول المعروف محتاج أن نغذي به الشارع له، هو المضادات الحيوية القوية التي يجب أن نطعن بها أبنائنا وإخواننا وبناتنا وشيوخنا وأبائنا في شارعنا، حتى تمسك الألفاظ الغريبة عن بيئتنا وأخلاقنا تمسك بعصا ترحلها وترحل من بيننا. فأنت بتقول لي كل سنة طيب، أنا أقول لك كنت طيب. المشكلة لو كان حضرتك جارك مسلم وطلع لك وقال لك كل سنة طيب، فإيش مشكلة؟ إيه المشكلة؟ هل هذا ضد الشرع؟ لا. لو واحد مسيحي جاري وطلع لي وقال لي كل سنة طيب، قلت له كل سنة طيب، دي أمور اجتماعية. فالتهنئة بالأعياد، احنا عندنا في الإسلام عيدان، لكن استحدثت بعض المناسبات الوطنية وغيرها الإسلام لا يمنع. يعني احنا عندنا عيد الثورة وعندنا عيد العيد الوطني لسينا وعندنا كذا وكذا، هل هذا كلام يحتاج أننا ولا الإسلام يمنع هذا؟ لن نقل هذا الكلام على الإطلاق، لأن الأعياد تنقسم إلى قسمين، أعياد تعبدية وأعياد اجتماعية. بالنسبة لأخي المسيحي، وأنا أقول أخي المسيحي ليه؟ لأن القرآن الكريم علمني حتى وإن لم يكن الذي أمامي غير مسلم، الإسلام علمنا أن أقول له أخي. هناك أخوة في الدين وهناك أخوة في الإنسانية. نعم. في الدين حددها القرآن، قال وإخوانكم في الدين ومواليكم، فأنت أخي في الدين. طب أخي في الإنسانية، قال يا رب إنا خلقناكم من ذكر وإيه وأنثى، وقال على لسان سيدنا شعيب أو حكى عن قصة سيدنا شعيب وسيدنا صالح، قال وإلى مدينة أخاهم شعيبة. نعيم قوم مدين لم يؤمنوا بعد، فالإسلام علمه وقال إيه أخاهم شعيب، وإلى مدين أخاهم شعيب، وإلى ثمود أخاهم صالح. يبقى إذا أنا يجوز لجاري أو قريبي أو واحد يسكن بجوار أقول له أخي، وأقصد الأخوة في الوطن، الأخوة في الإنسانية، الأخوة في كذا، لا مانع. طيب قد يقول قائل غير المسلم، أقول له كل سنة طيب، إن قصدت قصدا اجتماعيا لا بأس، وهذه هي المناطق التي يجب أن نتحدث فيها. الأعياد تتصل بالعبادات وتتصل بالاجتماعيات، المناسبات الاجتماعية.
إذا كانت عبادات أنا لم أقل لك اذهب له في الكنيسة مثلا وهو بيصلي قل كل سنة طيب، إنما لو قابلك وقال كل سنة طيب بره باب الكنيسة في المسجد في الطريق عند البيت لا بأس، هذه مناسبات اجتماعية. أيضا في الصلاة أنا لا أحتاج لأحد في الصلاة يقول لي كل سنة طيب في صلاتك. فالتعبد الأمور التعبدية ما حدش يتناقش فيها، لكن الأمور الاجتماعية يجوز أني أنا اجتماعيا أن ألتقي معك في الأحزان، أن ألتقي معك في الأفراح، هذا لا بأس. الناحية الاجتماعية، الناحية التعبدية هذه جانب آخر، لا هو يطلب مني ان انا اعيد عليه في عبادته ولا انا اطلب منه اعيد عليه في عبادتي في الصلاه مثلا ولا في الصوم ولا في الزكاه. بس هذه امور يعني نقف نرجع لموضوع حلقتنا، هو تصحيح المفاهيم اللي بتتربط في الشارع وبين الشباب والالفاظ اللي هي في منها المناسب ومنها مش مناسب. فايه رايك حضرتك في الصور اللي بيتم عرضها دلوقتي وهي بتقول اللي اختشوا ماتوا؟ ايه راي الشارع في حاجه زي كده؟ اللي اختشوا ماتوا، والله انا قرات لها قصه هذه المساله. يقول لك كان في عهد الدولة العثمانية كان يعملوا حاجة في مصر هنا اسمها الحمامات، حمامات الرجال وحمامات النساء. فكان يجوا خارج الحمامات كده ويعملوا يولعوا نار بحيث ان النار تطلع من بين ثقوب عشان تدفي الناس اللي في الحمام. ففي يوم قامت النيران في بعض الحمامات في النساء، فبعض النساء ايه خرج حتى عليه نصف لبس، خرج يجري في الشارع خاف من النار والموت. تمام. بعض تاني فضل الموت من النساء، فضل انه يموت داخل الحمام ومحدش يرى عورته. فجاء صاحب الحمام ماتوا بقى، جاء صاحب الحمام بيقول له مين اللي مات ومين اللي حي ومين اللي نفد يعني منهم؟ قال له الراجل الحارس اللي اختشوا ماتوا. اللي اختشوا رفضوا يخرجوا، رفضوا يخرجوا هم اللي ماتوا. فصارت مثلا فالنهاردة الإنسان اللي بيختشي وبيستحي بنحتاج إليه، ما لقيناهوش نقوله ماتوا، اللي اختشوا إيه؟ ماتوا. فهذه مناسبات يعني يجب علينا إن إحنا نتحلى بالحياء ونتجمل بالاستحياء ونعيش حياتنا، لأن الحياء يعني شعبة من شعب الإيمان. فيجب علينا إن إحنا يعني لا نفعل أشياء تخدش الحياء في حياتنا، في الشوارع، في الطرقات، في البيوت، في الأفلام، في المسلسلات. يجب علينا نحافظ على الحياء العام والأخلاق العامة. إذا حافظنا على الحياء والأخلاق والقيم تجد الفضيلة تتحرك بسرعة بين المجتمع، ونحن في أشد الحاجة إلى الفضيلة الآن في زماننا هذا. نعم. طيب هناك جملة متداولة بتقول ربنا عارف كل حاجة. هذه الجملة المتداولة نسمعها كثيرا، إيه رأي ورد الشرعي فيها؟ ربنا عارف كل حاجة. من ناحية الشرعية هناك فرق طالما نسبت الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. الجانب العقدي يقول لك إن المعرفة لا تنسبها لله، الله تبارك وتعالى ينسب إليه ما ذكره لذاته من صفات. فالذي عرفناه وتعلمناه في الأزهر وفي الجانب العقدي أن نقول الله عالم بكل شيء وليس الله عارف بكل شيء. فلما واحد يقول ربنا عارف كل حاجة أقول له صحيح المفهوم يا أخي، بارك الله فيك وجزاك الله خير، أنت لا تقصد، إنما أقول الله عالم بكل شيء. هيقول لي ليه يا مولانا؟ أقول له لأن المعرفة تأتي بعد جهل. نعم. لكن الله سبحانه وتعالى لا يسبق علمه. في فرق لغوي بين المعرفة والعلم؟ طبعا المعرفة تأتي بعد شيء لم يعرف. أنت عرفت الشيء معناها قبل كده كنت إيه؟ مش عارف. هذا لا يليق أن ينسب لله، إنما ينسب لله العلم، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلم، إلى آخر هذا الكلام. إذا الجانب الشرعي إذا سألتني شرعا أقول لك لا تنسب لله المعرفة، إنما انسب لله العلم. العلم وهذا ما نريده من شبابنا من يتعلموه ومن الناس حتى العاديين في المسجد. غير اقول يا اخي ربنا عالم بكل حاجة وما تقولش ربنا عارف بكل حاجة. نعم. مع انه لو قالها يعني بدون قصد يعني نحتسب اجره عند الله سبحانه وتعالى، وانه ربنا قد لا يعاقبه في هذه المسألة انه لا يقصد. نعم. لكن لابد ان يتعلم، وانا كمسؤول عن تعلم الجانب العقدي كامام في مسجد او طالب شرعي علم شرعي أو عندي معرفة أقول له يا أخي بارك الله فيك جزاك الله خير، أنت قلت لفظا هذا اللفظ طالما نسبته لله والمسألة فيها عقيدة
قل القول الصحيح. نعم. وهو أن الله عالم بكل شيء وليس عارف. طيب نشوف يا دكتور الفيديو دوت ونعلق عليه. المنطلق الفكري بتاعنا في تفتيش الست دي لازم ينبع من احساس منعكس في الالتزام بقضايا معاصره لا يدرى عن مرسي. وما حدش يسالني ولا كلمه لاني مش فاهم اي حاجه من اللي انا بقوله. علي النعمه انت بتتكلم صح. بيتكلم صح يا بنت يا مرسي. الراجل بيتكلم صح. طب انت عارف اقول ايه؟ ده معناته يا مرسي. طيب احنا راجعين وعلاء النعمه بتتكلم صح. دي مدرسه المشاغبين. نعم واللفظ ده منتشر. نحتاج الى مدرسه المتعلمين حقيقه في زمن. نعم. مدرسه الاخلاق والقيم. لكن على كل حال ال كلمه علي النعمه ما ينفعش. من كان حالفا. نعم طبعا. من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. فانت بتحلف علي النعمه. طب ما هي النعمه اللي عليك؟ لم يرد هذا لا عن الرسول ولا عن عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة ولا عن التابعين ولا حتى عن العلماء. ده في أمر من كده. ده في حاجات يقول لك وشرف أبوه والواو والقسم وكأنه أبوه ربنا أقسم قال له إيه من كان حالفا فليحلف برأس أبيه. هذا كلام خاطئ. أتمنى من الناس أن ينسلكوا عن هذا الكلام وابتعدوا. إن حلفت أول حاجة لا تحلف إلا على صدق. ثاني شيء إنك لا تحلف إلا بالله. إلا بالله. ما دام مسكت واو القسم يبقى لابد أن تضعها في موضعها الصحيح وهي أن تحلف بالله. وفي اللي بيحلفوا النبي وبصفات الله وبذات الله تبارك وتعالى. نعم. إلى آخر هذه الأشياء. لكن ورث أبوي وشرف أبوي ورحمة أبوي ومش عارف هذا كلام. ده اسمه كلام الشوارع الذي ندعو الله تبارك وتعالى أن يطهر الألسنة عنه في الشوارع. وبعدين احنا يكون في علمه كثرة الأيمان أيضا حتى بالله سبحانه وتعالى كثرة الأيمان بالله لا تجوز انك انت ولا تجعل الله ايه ورقة لأيمانكم. ما يصحش اني انا كل كبيرة صغيرة احلف عليها كل كبيرة صغيرة اقسم بـ 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 بالله او اقسم بكذا وكذا واجعل القسم عبارة عن العوبة في يدي. عندما نحلف بالله لازم الطرف الاخر يكون يرضى بهذا الحلفان وان يصدقه لانه اذا لم يرضى بالحلفان فليس من الله. الرجل الصالح حينما سمع لفظ والله العظيم وقال له يا فلان انت ما انت لم تفعل شيء وانا رايتك لم. قال والله العظيم فعلته. قال كذبت عيناي وصدق الله. طالما انت اقسمت بالله لابد ان اصدقك. نعم. كذبت عيناي وصدق ايه؟ وصدق الله. نعم. طالما اقسمت به احتراما للموقف واجلالا لاسم الله سبحانه. نعم. وتعالى. ولذلك قالوا الايمان ثلاثة اقسام. ايمان يمين غموس ويمين منعقدة ويمين لغو. نعم حضرتك وضح لنا الثلاث ايمان. نعم. اليمين الغموس ان احلف بشيء في الزمن الماضي انه وقع وانا اعلم انه لم يقع. هذا يسمى غموس. معنى غموس انت كذبت فيه. انك انت قلت والله امبارح انا شفتك وانت متاكد انك ما شفتهوش واقسمت اليمين. قال الفقهاء فيه هذا يمين غموس. سمي غموس ليه عندهم؟ لانه يغمس صاحبه في نار جهنم يوم القيامه. يا رب بالله. عشان كده واحد ما يحلفش الا صدق. من كان حالفا فليحلف بالله ولا يحلف الا على حق. ما حلفش في كل كبيره وصغيره. اليمين المنعقده وهي ان احلف على شيء في الزمن المستقبل. انا هاجي البرنامج ده بكره والله العظيم والله العظيم نجي لك بكرة ولم أقل حتى إن شاء الله. هنا إذا لم آتي فأنت عقدت على. طيب نكمل زمن المستقبل. بعد ما ناخد اتصال بعد إذن حضرتك. نعم ناخد. ألو عادل. أيوة اتفضل. انقطع الاتصال. طيب نعود الاتصال بنا تاني. ماشي اتفضل يا دكتور كمل. الزمن المستقبل أنا هاجي لك بكرة اقضي معك مصلحة معينة والله العظيم اجيلك وسكت وجا بكرة وفي نفس المعاد وفي نفس الساعة وما جيتش. هنا سميت منعقدة لان عقدتها على زمن مستقبل ولم تنفذه. هنا كفارة ولكن يؤخذكم بما عقدتم الايمان. فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة. طعام 10 مساكين او كسوتهم او تحرير ايه رقبة. فمن لم يجد فصيام 3 ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم. نعم. لا انا ما جيتش بكرة. يبقى هنا
الكفارة النقاط الأربعة اللي أنا قلتهم دول. يجي بعض الناس يقول لك صوم ثلاث أيام ومتى، ما ينفعش الصوم على طول، ربنا لم يبدأ بالصوم. نعم الكفارة، إنما ربنا بدأ بإطعام 10 مساكين، بمعنى إن يمينك اللي أنت فعلتها عشان ربنا ينجيك منها تنفع بها الآخرين، الصوم ده هيجوز لك أنت بقى. لكن الله تبارك وتعالى يريد ترابط الناس في الشوارع، ترابط الناس في المجتمع، فيقول لك المساكين قاعدين هو كأنهم كانوا يتمنون أن تقسم فأقسمت، فهنا لابد من إيه؟ إطعام. بالنسبه للإطعام نديهم فلوس يعني ولا هو إطعام؟ مش إطعام 10 مساكين، يعني تتخيل بقى المبلغ، تدي له المبلغ يروح يأكل بيه أو تشتري له الطعام، هذا حسب الواقع الذي يعيشه الإنسان. أنا مش فاضي وراح مدرستي راح جامعتي، يبقى أطلع المبلغ 10 مساكين وأعطيه لإيه؟ 10 مساكين لمن يستحقون هذا، أو كسوتهم. بدأ بالإطعام ثم بما هو أعلى شوية كسوة، الكسوة ثم بما هو أعلى تحرير رقبة. الآن ما فيش تحرير رقبة، طب الثلاثة مش موجودين وأنا بقى بتنطع وحلفت اليمين وما قدرش أنفذه، قال لك هنا أدب نفسك صيام أن تصوم. لكن بعض الناس يقول لك يا عمي وكفر عن يمينك وصوم 3 أيام، ما دي ينفعش، ده لازم تبدأ بما بدأ به الله سبحانه وتعالى. فأنا أريد أن أعذبك ماديا حتى يرحمك الله سبحانه وتعالى بسبب هذه المادة، ثم أنت بتعطي المادة هذه اعلم أن الله سيتقبلها أولا، أن تكون من طيب مالك، لدرجة أن سيدنا سيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها لما كانت تخرج المال للصدقة كانت تمسك الدرهم تحطه في تضعه في المسك، فبيسألوه بيقولوا أنت بتضعيه في المسك ليه أمنا، يعني ده واحد غلبان هياخد العشرة ساغ دي أو الجنيه وخلاص. قالت لا، لأنني أعلم أنه سيقع في يد الله قبل أن يقع في يد المسكين. نعم نعم، عشان كده لازم الواحد لما يعطي ما يعطيش بنفس إيه يعني متضايقة، قول معروف يا أخي هو الأعلى وهو بس سيدة عائشة كانت لما تعطي تجعل يدها تحت يد المسكين كده تقول له خده خلي يدك من فوق. نعم. طب ليه؟ ليه أمنا بتعمل؟ شوف الورع وصل لدرجة إيه؟ قالت حتى تكون يده أعلى من يدي وتكون الصدقة لله تبارك وتعالى. نعم. النهاردة الواحد يجي يطلع عشان يدي المسكين يدور في الفلوس يلاقي الجنيه مقطع 50 قطعة بتطلع عشان يديها للغير عشان لازم يعني حواليه يشوف المبلغ و الله سبحانه وتعالى فلا بد ان الحاجة يتجه وراها الرياء والسمعة وكذا. هذا هو اليمين المنعقدة، ان اطعم 10 مساكين او كسوتهم او تحرير الرقم، ما فيش ثلاثة ببدأ بالصوم ولا ابدأ بالصوم كما يقول البعض الان في الشوارع والمساجد والاماكن. هذا كلام خاطئ. نعم. طيب هتقول لي رقم 3 ايه؟ انت قلت يمين غموس، يمين منعقدة عقدة ويمين لغو. يمين اللغو شوف رحمة ربنا تبارك وتعالى، يا استاذ امام خد اشرب الشاي، لا والله ما اقدر اشرب، والله لا تشرب، والله ما انا قادر، يعني والله لا تشرب، والله ما فانت قلتها تلقائي كده غصب عنك. قال لك ديت الايمان المتداولة بين الناس بدون قصد، بدون ايه؟ بدون قصد، من رحمة ربنا للاسف في المجتمع لا يؤاخذهم الله، لكن ان كنت قاصد دي قضية ثانية بقى، يبقى رحمة ربنا واسعة. قصد حضرتك قاصد ان هو يلغو باليمين، انه يعني اليمين مش همه، اليمين مش همه. انما لما تيجي مثلا في عزومه مثلا او والله ده تاكل ديت والله يعني تاخد الحته دي لا مش هاكلها، مش هيجب عليه ذنب ولا حاجه. لا ما دي اسمها اللغو، ولكن يؤاخذكم بما ايه، ولكن يؤاخذكم، لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان. فقال الفقهاء اللغو هو الكلام المتداول بين الناس، خذ لا اشرب لا اطعم لا الى الله، زي ما قلت لحضرتك يعني اشرب يا استاذ امام لا مش ولا اشرب ولا حاجه، ليس في نيتي هذا، ده من رحمه ربنا ان يعني لا يؤاخذنا الله بها، ودي من الاشياء اللي احنا بنحمد ربنا عليها لانها كثرت والايمان كثرت، والواحد يجي لك النهارده قبل ما يعمل اي حاجه يحلف لك 100 يمين قبل ما يبدا شيء هو يعلم انه كاذب. هذا حرام عليك يا أخي، لا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، بل ربنا قال ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ده احنا بنتكلم عن الناس بيتكلموا في الألفاظ الشرعية، لكن الألفاظ الغير شرعية المتداولة اللي احنا بنتكلم عنها في البداية
ورث ابي ورث اخويا ورحمه امي ورحمه ابويا هذا كلام ليس من دينك. ازاي بنسمع كتير كلمه وشرفي ورث ابويا وحياتك؟ الكلمات دي صحيحه غير صحيحه غير صحيحه غير صحيحه. انا قلت في البدايه ازاي حضرتك تصحح الكلمات المتداوله بين الناس دي؟ ونصححها ان احنا نتعلم طالما بدات المساله في الايمان والتصديق نتعلم ما قاله الشرع الصحيح. صحيح الاعتقاد عندنا اننا احلف بالله. صحيح الاعتقاد عندنا اننا ان حلفت احلف صادق. صحيح الاعتقاد عندي لا استدعي ابويا احلف بي. ممكن يعني ابويا وقع في المعاصي وامي لا انا لا استدعي هؤلاء انما استدعي ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت. وبعدين قبل الواحد ما يحلف ولا يعمل حاجة لازم تعلم انك انت بتحلف ده بتستدعي الذات الالهية وبتقسم بعزة الذات الالهية فلا بد ان تكون صادقا. ان كنت صادقا كمل ايمانك. ان كنت كاذبا انت بعيد عن الايمان الذي تعمل مسألة تصحيح لحضرتك مرة تانية. لذلك ربنا يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين في كل حاجة. وطالما هو صادق مش هيقسم الا قسم صحيح. الان نحن في الشارع نفتقد الصدق. الصدق في التجارة. الصدق في المعاملات. الصدق بين الابن وابيه. الصدق بين الاخ واخيه. الصدق بين الزوج وزوجها. حاجات كثيرة بدأت كما قلت في البداية تمسك بعصا ترحالها وترحل من بيننا. وده بينقص الايمان عندنا لان الايمان يزيد وينقص. تبدأ الامور تنقص عندنا. احنا لابد ان نزيد. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. لكن اقف عند اشياء معينة واعرض نفسي لعقاب الله وانا لا ادري هذا كلام يحتاج. طيب ايه دور الاب والام النهاردة ان هم يصححوا اللغة يعني لو عندهم طفل مراهق 12 سنة 15 سنة ايه دور الاب والام في تصحيح الالفاظ اللي هي متداولة بين الشباب النهاردة وكده؟ الاب مسؤول كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول. نعم رعية. ليس الاب فقط. الاب يمكن لبنة الاولى لكن الاعلام مسؤول والمدرسة مسؤولة والمجتمع مسؤول ومن يمسك بزمام الامور الثقافية مسؤول. كلنا مسؤول. والنبي ما قالش انت راع فقط قال كلكم راع وكلكم ايه مسؤول عن رعيته. لكن ابدأ كما اشرت حضرتك ان انا اعلم الولد قبل ما يطلع الشارع اعلمه كيف يتكلم الالفاظ الحسنة. الولد يعني سمع ابوه بيشتم وبيعمل هيقلد ابوه. لو واحد طرق الباب والابن الصغير قال له يا بابا عمي فلان بر الباب الاب بقى عليه يقول له طيب يا ابني انا جاي له. لكن بعض الاباء يعمل مخالفة في هذه المسألة يقول له روح يا محمد قول له بابا مش موجود النهاردة في البيت. دعوه ابنه على الكذب. فالولد يطلع يخبي يفتح الباب يقول له يا عمو بتلقائيه نعم يا ابني قول له بابا بيقول لك ان هو غير موجود النهارده. طب انت وضعت نفسك في مشكله. اولا علمت الولد الخطا. ثانيا الولد على فطرته يتحدث بما هو فيه فاعطى عنك صوره غير طيبه. ثم انت في نظر الولد لقيت غير طيب. فعليك انك انت تبدا بتصحيح النشأ من البيت. وحتى في الطعام وفي الاكل وفي الشراب اعلمه برضو الكلمات الطيبة حتى اذا خرج الى الشارع وتعامل مع الناس دخل مطعم دخل كافيتيريا يتعلم ما علمه ابوه. ايه اللي علم ابوه؟ شوف سيدنا عبد الله بن عباس لما وهو طفل صغير بدأ يأكل في البيت امام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشوف الاتيكيت الاسلامي الراقي اللي علمه له سيدنا النبي عشان نعلم ابنائنا لما يخرجوا يكون معهم اتيكيت مش مستورد من اوروبا ولا من ايطاليا مستورد من عند رسول الله. ليست المدنية الغربية انما المدينية التي عاش فيها رسول الله. نحن نريد المدينية المدينة المنورة اللي عاش فيها سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال سيدنا النبي بعد ما تصلي عليه عليه الصلاة والسلام؟
قال له يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. بالله عليك الثلاث نقاط دول يحتاجوا الى مراجع لتشرحه. سم الله اولا، فلما تقبل على الطعام بتسمي الله، معناه انك تذكرت نعمة الله الذي وضع لك الطعام. نعم. فهذا خير يتصل فورا بالسماء. ليس هذا فحسب، بل لما الطفل علم ابني يا ولد قبل ما تاكل تسمي الله، الطعام ربنا هيبارك فيه. نعم. طيب هل البيوت النهاردة في مصر تفتقد هذه التربية الاسلامية من الاباء والامهات للاولاد؟ نعم. نحن شايفين تفتقدها. نحن شايفين الولد يطلع يسب الدين بر، أعوذ بالله. طب بتسب الدين ليه يا ابني ولسه عنده 5 سنين وست سنين انت طالع من مسجد؟ الولد بيشتم زميله وايه ويديله؟ هذا كلام سمعه في البيت. من اول من لقنه؟ ابوه او امه. شتم قال الفاظ خادشه للحياء، دي سمعها الملقن الاول له. هل اسباب انتشار هذه الالفاظ الدخيله علينا وعلى الوطن العربيه وعلى مجتمعاتنا، هل حضور التكنولوجيا ليها دور في انتشار هذه الالفاظ؟ التكنولوجيا ان قصدت الاعلام، فعلى الاعلام كما هو البرنامج الهادف هذا، على الاعلام ان يعلم الناس. حضرتك في الاعلام مواقع الاتصال الاجتماعي السوشيال ميديا، ويعني في ايضا تكنولوجيا كثيره نعم نستدعي هذه الاشياء الى مواقعنا الى صفحاتنا، الى نستخدم التكنولوجيا لاستخدام الحسن، لاستخدام اللي يفيد الوطن، لاستخدام اللي يفيد الامه، لاستخدام اللي يبني ولا يهدم. لا نستخدم التكنولوجيا في الـ في الـ في الامور التي تهدم الاخلاق والقيم. انما انت دخلت على التكنولوجيا اكتب حديث زي حديث ابن عباس لما بقول عليه اكتبه وعلمه للناس. دخلت ست او دخل راجل او دخل يشوف الالفاظ الحسنه ايه يتداول. يا اخي لما حتى لو واحد عتبني او واحد شتمني في الشارع، قبل ما ارد عليه اتعلم القرآن كيف علمني ارد على الذي قد يكون قد وقع في شيء. اقول يا اخي جزاك الله خيرا، بارك الله فيك، انت اسأت الي وكان كنت اتمنى الا تسئ الي، فانت قلت امبارح كذا، الله يبارك لك يا اخي ويحفظك. كان عليك ما تقولش الكلام ده. بالله عليك لما تقول له تدعي له في الاول وتدعي له في الاخر وتعاتبه في النص اجمل، ولا تقول له يا فلان انت امبارح عامل لي عنتر ابن شداد واشتغلت فيها ضرب، والله لو مني مش عارف اعمل. تبص تلاقي الشيطان حضر في هذه الساعه. لكن لما تيجي تعاتبه عتاب الاحباب وتقول له جزاك الله خير يا استاذ امام، بارك الله فيك، كان عليك ان تعاتبني بيني وبين نفسك يا اخي، انا اخطات وكل ابن ادم خطا، بارك الله فيك يا اخي، صحيح للمعلومه. على طول هو تبدا حضرته، انا اسف والله، معلش بارك الله فيك وسامحني يا اخي. ده فعل الادب الحسنى. شوف ربنا يعلم سيدنا النبي يقول له ايه عليه الصلاه والسلام، عفى الله عنك لما اذنت لهم. كان لما راحوا له قالوا له عايزين نستاذن بيوتنا عوره الى اخر هذا الكلام، فاذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم فعاتبه الله عتاب الاحباب، لكي يعلمني حينما اعاتب اخي في الشارع او في الطريق او في البيت اعاتبه بهذا العتاب الرقيق العالي. ايه هو؟ عفى الله عنك لما اذنت لهم. كان ممكن جاي يقول لما اذنت لهم يا محمد، لكن اراد ان يعلمني كما قلت ويعلمك كيفية خطاب الاخر، حتى وان كانت هناك هنات فانا يجب علي ان اجعل الهنات ديت مغلفة وانا اعاتبه بكلمات طيبة وحسنة. عارف كنت اقرأ ان رهط من اليهود دخل على سيدنا النبي في البيت عليه الصلاة والسلام وكانت سيدة عائشة موجودة، فماذا قال رهط اليهود داخلين يحيي النبي في البيت؟ ماذا قالوا؟ قالوا السلام عليك يا محمد، يعني الموت عليكم، نعوذ بالله. الموت معناها السلام، الموت معنى الموت. قالوا السلام عليك يا محمد، بالله عليك انت موجود واحد دخل بيتك وبيدعي عليك وهو داخل يشرب شايك وحاجتك، الموت عليك، ها؟ فماذا تفعل؟ السيدة عائشة قالت وعليكم السام واللعنة، وعليكم السام واللعنة. سيدنا النبي قال وعليكم وسكت، ثم استدعى عائشة وقال ما هكذا يا عائشة، لا تفعلي هذا، لا تكوني
بالقول لا تقول القول الفاحش، وخاطب الناس مخاطبة جيدة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة، والرواية في البخاري، قالت عائشة رضي الله عنها: أربع سمعت ما قالوا يا رسول الله؟ قال: نعم سمعت، وقلت وعليكم، وانتهى الموضوع عند هذه الحالة. فأراد النبي أن يعلم السيدة عائشة إن وعلمني أنا كمسلم إني حتى لو سمعت لفظ أتأخير أجمل الألفاظ حتى أرد، حتى وإن كان ضدي. لكن النهاردة لما واحد يشتمك أو هو تعود على النسب، على طول أنت بتدي قنابل ذرية ليه؟ طب لا يحصل الاحتواء. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وعليكم، وسكت. لأنه لو بدأ يناقش، لاحظ الحجة بتاعت الله، هيقولوا: لا ده انت ما سمعتناش، ده السام هي السلام، لانه الاحرف قاربة، فاحنا قلنا السلام بس انت سمعتها السام. فالنبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بكلمة ايه؟ وعليكم، وانتهى الموضوع. وامر السيدة عائشة الا تقول بفاحش القول، لا تستخدم العنف والقول الفاحش يا عائشة. المسلم ليس فاحش ولا عام. نعم نعم، بالله عليك لو احنا استدعينا الاخلاق دي في مجتمعنا المعاصر مش هنعيش في امن وامان وسلام واطمئنان، لكن اين نحن من هذا؟ طيب دكتور، في مثل بيتقال او جمله بتتقال: يدي الحلق للي ما له ودان. ايه راي حضرتك في الجمله دي وايه معناها؟ انا بسمعها كتير في الشارع وفي الطريق، ولما واحد يقابل واحد لابس جلابيه جديده ولا معاه سياره ولا معاه حتى فلاح معاه لمؤاخذة بقرق يعني كده اشتراها من السوق ولا حاجة، أول ما يقابله بدل ما يقول له: بارك الله فيك وجزاك الله خير وربنا يبارك لك فيها وزادك الله، يقول له: يا سلام. ايه؟ يقول له: يدي الحلق للي من غير ودان. بالله عليك هذا اللفظ أولا فيه شماتة، وفيه قسوة، وفيه دليل على غلظة الإنسان، وفيه أيضا اعتراض على قسمة المولى للناس. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، فأنت بتعترض أن ربنا رزق إنسان شيء لم ترزق أنت فيه، فكان الأولى ما تقولوش يعطيك الحلق للي من غير ودان، يعني اللي أنت فيه من الخير ده ما تستاهلهوش، أنك أنت مش بتعترض عليه هو أولا، ده أنت بتعترض على الذي رزق. ها؟ والله يعطي الدنيا لمن يحب ومن لا يحب، ولكن يعطي حسن الخلق والدين لمن يحب فقط، فأنت استخدم حسن الخلق. فإذا رأى إنسانا أمامه رزقه الله بشيء من النعمة فليدعو له وليبارك له فيها. لكن واحد يلاقي واحد لابس جلابية جديدة، أول ما يقابله يقول: إيه الله يخرب بيتك وبيت اللي خلفوك. فيه يا ابن الحلال كده؟ هو يقول لك: ده صديقي أصلا، ده حبيبي. طب هو حبيبك تدعي عليه؟ ها؟ تقول له: ربنا يكملك وربنا يزيدك في الخيرات يا ابن حلال. لكن تقابله تقول له: الله يخرب بيتك، دي ألفاظ شوارع. يجب أن تستبعد من محيطنا الاجتماعي حتى يتعرف بعضنا على بعض باللفظ الحسن والقول الطيب. وكما قلت، ثقافتنا الإسلامية دائما أبدا متمثلة في قول الله تبارك وتعالى: فصح الصفح الجميل. نحن نحتاج صفح، وليس أي صفح، إنما لابد أن يكون جميلا. فمن سمع لفظا من أخيه يضايقه اصفح عنه، والمصافحة لا تكون كده خلاص سبتك وخلاص، لا، ده لابد أن يكون جميلا، بمعنى أن يراك أسوة وقدوة له، وده اللي احنا نحتاج إليه في مجتمعنا المعاصر الآن. نعم. طب إيه رأي حضرتك في لفظ عبد الوفاء يقول لك: ربنا افتكره؟ ايضا من الالفاظ انت الظاهر عليك تريد ان تصحيح الفاظ الشوارع. نعم نعم، لما واحد يتوفى يجي واحد يقول لك: ايه فلان توفى يا اخي؟ يقول: اه والله العظيم يا اخي، وربنا افتكر. ربنا افتكرني مثلا، ربنا نسيه، حاشا لله، يعني هذا غلط، هذا عقديا حرام. بيقول: والله انتهى عمره ونسال الله له الرحمه. ولا اما ربنا افتكر ضد العقيده الكلمه نفسها. نعم. لو اردت ان احاسبك محاسبه عقديه عليها هقول لك: أنت هنا أخطأت واستغفر الله، ما تقولش ربنا افتكره، إنما قول: ربنا رحمه وانتهى أجله ونسأل الله له. طب ليه ما قولش ربنا افتكره؟ لأن الفكر معناه أنه ربنا زي ما تقول حضرتك كان ناسي مثلا وبعدين افتكر.
وحاسب الله ذلك، الله سبحانه وتعالى لا ينسى عباده في العقيدة الإسلامية أحيانا وأمواتا. نعم، عند اليهود ربنا بينسى في كتاب عقيدة اليهود، في عقيدة اليهود، لكن عندنا في الإسلام لا، ربنا ما لا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وفي لفظة ثانية في القرآن في تقييم سورة وما كان ربك نسيا، وما كان ربك إيه؟ نسيا، نسيا. فالله سبحانه لا يضل ولا ينسى ولا يفتكر شيء غاب عنه، وما نقولش ربنا افتكر، نقول له استغفر الله وقول ربنا سبحانه وتعالى يرحمه، وذهب الى مثواه الاخير. طيب، وفي نهاية حوارنا، نشكر الاستاذ الدكتور عبد المنعم فؤاد على تشريفه لنا. شكرا لك دكتور، الله يبارك فيك، اثريت الحوار وكان حوار جميل واستفاد من معلومات حضرتك. نتمنى مثال هذه البرامج التي تفيد المجتمع والأسرة، الأسر حقيقة محتاجة إلى من يضيء لها الطريق. نعم، وحضرتك أضاءت لهم النهاردة الطريق في هذا الخاص. الله يكون عملنا خالصا لوجهه، وأن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. آمين يا رب العالمين. وإن شاء الله حضرتك تشرفنا في حلقات أخرى بإذن الله. إن شاء الله. وفي نهاية حلقاتنا أعزائي المشاهدين، ما يسعنا إلا أن أشكركم لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع تحياتي محمد إمام.